أعزائي مشاهدي اليوم السادس، أهلا بيكم. موضوع حلقة النهاردة عن الاستثمار في السوق العقاري، واللي بيشاهدني النهاردة أنا بخاطب الجالية العربية أو الناطقة باللغة العربية في شمال أمريكا. ممكن تكون أنت بتشوف الاستثمار في السوق العقاري من وجهات نظر مختلفة، لو أنت عايش في الميدل إيست، لو عايش في مصر، لو عايش في دول الخليج العربي، لو كنت مصري أو أي من جنسية عربية، يمكن الموضوع ما ينطبقش كتير قوي على المواضيع بتاعت النهاردة، لأن إحنا النهاردة بنبص لها من منظور الناطق باللغة العربية أو الجالية العربية اللي عايشة في شمال أمريكا. هل الاستثمار في السوق العقاري المصري في الوقت ده مناسب ولا لا؟ في رأيين، تعرف دايما بيبقى في رأي ورأي تاني. الرأي الأول بيقول إنه لا، الوضع في مصر دلوقتي مع تخبط سعر الدولار، استنى شوية، اهدى على أي انفستمنت وشوف الوضع ماشي ازاي والطريق هيوديك لفين. في رأي تاني بيقول لك لا، الاستثمار في السوق العقاري المصري مناسب جدا دلوقتي، وده وقت الاستثمار حقيقي، لأنه هو عرض وطلب، والسوق دلوقتي محتاج جدا للانفستمنت، فأنت بتيجي تشتري في الوقت المناسب ليك انت كمستثمر في السوق العقاري المصري. عشان اقدر نعرف اجابه للاسئله دي كلها، كان لازم يكون معايا ضيف مميز، وانا يعني سعيد النهارده بوجوده معايا، وهو الاستاذ علي عبد الغفار. اهلا بيك استاذ علي. اهلا وسهلا. علي عبد الغفار احد مديري شركات سكوير 7 العالميه، والشركه دي ليها باع طويل في مجال الاستثمار العقاري، مش بس في مصر أو في كندا، ولكن في جميع أنحاء العالم. نعرف مين علي عبد الغفار الأول، تاخد فكرة ونتعرف بيك. أهلا وسهلا، أنا very happy أن أنا هنا، وسعيد جدا أن أنا موجود معك ومع السادة المشاهدين والمستمعين. أنا عندي 54 سنة، عندي 33 سنة experience في السوق المصري وخارجه، 13 سنة fast moving consumer goods، بيبسي كولا انترناشنال، كوكا كولا انترناشنال، كادبري شويبس، ومدير عام كودك. وفي 2003 من 20 سنة كنت الفايس بريزنت بتاع دماغ العقارية في الإمارات. وبعدين اشتغلت، عملت ماي اون بروكرج فيرم، وبعدين رحت تشيف كوميرشال اوفيسر مع المهندس نجيب ساويرس في باكستان في الريل استيت ارم في ساوث ايست ايجيا. ورجعت بقى 2019 بصيت كده على السوق المصري، وبما ان انا عندي انترناشنال اكسبيرينس، يعني دماغ قعدت سنتين ماسك الانترناشنال اوفيس بيس في لندن، 55 مكتب على مستوى العالم، حضرت الجلوبال كرايسيس في 2008 و2009، اضطرينا نعمل رود شوز في نيجيريا وفي روسيا عشان تو اوفركم الشورت فول اللي كان موجود في الامارات وقتها بالذات، تي ور هيت. فرجعت لقيت ان لا، تصدير العقار المصري بمواصفات معينه، بسيستم معين، ببروفايلنج وميثودولوجي وسستينابيلتي موديل، از ذا نيم اوف ذا جيم. تيجي بقى تبص على ال 100 مليون او 110 مليون مصري، هتلاقي في منهم 10 مليون سكاترد على مستوى العالم. النورث امريكا فيها مليون ونص ما بين كندا وامريكا، وبقيه ال 10 مليون منتشرين معظمهم في الخليج. المصري اللي في الخليج البروفايل بتاعه او قوته الشرائيه او البير كابيتا انكم بتاعه بقى بيتوافق اكتر مع الدوله المصريه بتعمله في المدن الجديده، اسيوط الجديده، المنيا الجديده، معظم الناس من الصعيد، ومعظم الناس هتلاقي السويس الجديده بورسعيد بيشتروا باك هوم في المناطق الجديده، في المنطقه دمياط، حتى دمياط الجديده. المصري في كندا، لان المصري اللي بره في الخليج قريب، فممكن يجي ان هو يشتري، يبقى اند يوزر، بيستخدم الوحده بتاعته 12 شهر، يجي في الصيف، يجي في الشتاء، شم النسيم هيروح، راس السنه هيروح، عياد بيضم كذا يوم في العيد وينزل، فايتس ان اند يوزر. فبالتالي غير خالص البروفايل والبيرشيسنج انتنشن بتاعت المصري او العربي او الديموغرافيكس بتاعت الناس في نورث امريكا. الناس في نورث امريكا بيتكلموا دايما في انكم جنريتنج اسيت، ولازم يبقى يعني مثلا سنو بيردز في كندا. النهارده عندك ديسمبر، يناير، فبراير، مارس،
ناس بتروح فلوريدا وناس بتروح هيوستن وناس بتروح بونتا كانا وناس بتروح كوستاريكا مكسيكو بس on a seasonality basis on a package basis on a rental yield analysis on price per square foot الريتيرن نفسه كفايه ان الديفلوبرز في مصر هم اللي بيعملوا سيلف فاينانسنج على نمبر اماونت اوف ييرز فخدتك انا من الانترودكشن للتوبيك على طول لا بس كان لازم اقول لك على كده يعني قصدت انا عجبني قوي الكلاسيفيكيشن اللي انتوا بتفكروا فيها وانت بتدرس الماركت ليه بقى عملتوا سكوير 7 انترناشونال الحقيقه انا وماي بارتنر ميراندا جرجس بنوجه تحيه لميراندا جرجس والتيم العمل اللي معاها والاستاذه دينا جرجس والتيم بتاع سكوير 7 اونتاريو بروكس احنا الحقيقه عملنا شركه اسمها سكوير 7 ميراندا كان عندها نفس التوافق والتفكير معايا وعندها she's been here for 15 years as a realtor فمعظم الكلاينتس بتوعها عايزين يشتروا في مصر في بقى اللي عايز يشتري عشان كلية الطب اتنقلت في الشيخ زايد فعايز يشتري في زايد لابنه عشان يدرس في اللي عايز مشتى في البحر الاحمر في الاند يوزر اللي عايز يشتري في الساحل الشمالي لانه ما عندوش فعملنا سكوير 7 ايجيبت كل عايز يبيع على فكره يعني ده دايما كونسيرن ناس كتير قوي عندهم هم عملنا سكوير 7 ايجيبت عشان بالظبط ما انا عارف بقول لك احنا بنشتغل زي ما قلت لك بروفايلنج ميثودولوجي سستينابيليتي اهم حاجه البروفايلنج يو ار نوت كومينج هير تو سيل يعني مش هتبيع ميه في حاره السقايين يعني معروف ان كندا مش ايفري بودي عشان اي دونت جنرالايز يعني يا اما فول تايم ريلتر يا اما بارت تايم الكوميونتي انا شفتها كده فور ذا باست 2 ييرز حلو ان انت قريتها بسرعه فالنهارده المصري اللي هنا لما عملنا شركه سكوير 7 في مصر ابتدينا نخاطبهم عشان نعرف ايه فاللي ساب بقاله 20 سنه لسه بيته في العجوزه او في مدينه نصر في مصر الجديده وعنده لسه شقته في مرقيا او في البلاح او في مارينا فهي هاز اوريدي هيز فيرست هوم اند هيز سكند هوم فالنهارده لما تيجي تخاطبه لازم تخاطبه بان انكم جنريتنج بروبوزيشن ان فيو ان هو هيشتري الوحده عمره ما يستخدمها 12 شهر في السنه فلما تعمل بروفايلنج جالنا كميه حاجات ليستنجز لناس يعني في كميه يونتس متقفله بقى لها 15 20 سنه في مصر من المصريين في كندا ودي اول حاجه عملناها ان احنا بناخد الليستنجز تمام and we try to differentiate or upgrade if you want to sell this we can bring you this انت عايز ايه بقى الناس كلها بتتكلم في سيزونال عايز يهرب من 3 اشهر 4 اشهر بتوع البرد وفي نفس الوقت عايز an income generating asset فيشتري بقى ولا يروح يأجر في أوتيل ابتدينا نعمل القصة دي وبعدين الحمد لله عملنا بورتل هنا اسمه egyptliving.ca بقالنا سنة ونص أو سنتين بنشتغل عليه 15,000 impression عليه 7,000 lead بنخاطب egyptliving لما عملنا كده لقينا ان الديفلوبرز عايزين ييجوا فالسنة اللي فاتت عملنا المعرض في egyptliving exhibition الحقيقة lots of learnings we did a great exhibition بس الـ يعني مثلا النهاردة المصري في كندا مش عايز يشتري في التجمع الخامس حاجة على 10 سنين ويستلمها كمان 5 سنين مش عايز يشتري في العاصمة الإدارية حاجة 7 سنين و 8 سنين هو عايز يا ready to move عايز واحدة حاجة ملموسة في إيده يا ready to move يا close to delivery يا خلاص فضل 6 شهور سنة بقصاد ليه؟ أولاً ready to move أو close to delivery بتلغي قصة الكريديبيليتي بتاعت المطور الحاجة طلع فوق الأرض يعني معنى كده أن رخصتها موجودة في الأرض لأن يعني هو التراست عنده شوية بيبقى فيه فأنت لما بالضبط تديه حاجة ready to move أو close to delivery بالقسط تمام اتنين هو النهاردة بعد الديفاليويشن اللي حصل مصاريف التشطيب بتاعت الوحدات متر التشطيب بقى غالي والمانجمنت بتاعته يعني هو راجل بره ثلاثه هو مش عايز حاجه كبيره غير لو هينزل ريتايرمنت فبالتالي دايما بنتكلم في التو بيدروم او الوان بيدروم او التو بيدروم بلس دن اللي هي 3 بيدروم عندنا بنقول فلما جينا السنه اللي فاتت لقينا ان في ناس جولنا من امريكا لان ده كان اول معرض فيه 10 مطورين التوب 10 ديفلوبرز باستثناء طلعت مصطفى واعمار التوب 10 ديفلوبرز كانوا موجودين فالناس جت وشافت وطبعا واحنا في اليوم السادس غطينا كل تفاصيل المعرض يعني المشاهدين بتوعنا طبعا حاضرين وفاكرين يعني. بس الفكره كمان ان المايند سيت والكيبابيليتي بتاعه المصري في نورث امريكا هو متعود
on his own, متعود ان هو يريسيرش، متعود ان هو يروح ياخد اليونت ويسال عليها، متعود انه يسال قرايبه في مصر. فما تجيب الديفلوبر باكسكلوسيف انفنتوري ببروبوزيشن ريدي تو موف، عندك بقى مشكله التشطيب. فابتدينا نعمل نجيب فينيشد برودكت ريدي تو موف، هيبقى فاضل عندنا موضوع الفرنتشر، يعني تيرنكي، بنعمل تيرنكي بالابلاينسز وعندنا الباك اند بتاعه بس. نتيجه ده الكونسيبت اللي احنا عندي عايشين بيه هنا في كندا. طبعا انت لو هتاخد اي بيت من البلدر بتفتح تلاقي البيت في ما عندناش ستيجنج عشان موضوع ستيجنج. لا ده البلدر ما فيهوش ستيجنج، يعني انت بتاخد لسه حاجه. انا ببعت رساله يا انيويز فعملنا ايجيبت ليفنج اكزيبيشن وابتدينا نشتغل عليه من يونيو السنه اللي فاتت لغايه يمكن الشهر اللي فات لسه بنقفل بيه. فالكلوزنج بياخد وقت بس الكلاينت از انترستد. ان لما بتبقى عندك مكتب هنا acting as the CRM for the developer فهو بالنسبه له كده هو تمام بقى، عنده مشكله اي يقول لك انا غيرت رايي، حاضر، عايز اعمل ابجريد، عايز اعمل داون جريد، يو جو ان مش هينزل بقى يكلم الديفلوبر. تيجي 2409 اونتاريو ستريت، تخش تتكلم برونتي في اوجفيل قصاد الليك وتتكلم. يو هاف يو دو دايركت ستريمينج مع الديفلوبر، مع السيلز بيبل، مع الحاجات دي كلها. فانت عندك وان ستوب شوب لل كنيديان انفستور. اللي حصل بقى بعد الديفالويشن اللي حصل في مصر، طبعا حصل في مصر ان يعني انا وميراندا لما اتشاركنا كان الدولار الكندي ب 12، النهارده الدولار ب 24. فاللي حصل بقى في الفرق ده ان الديفلوبر في مصر السمول فيشز ابتدت ايه، البيج فيش بيشتري سمول فيش زي ما بنقول دي اكواير، عشان كده طبعا. فبالتالي عملنا السكوير 7 اونتاريو بروكرج فور ذا لوكال ماركت، وعملنا شركه اسمها سكوير 7 انترناشونال فور ذا انترناشونال ماركت، يعني الاثنين في 2409 اونتاريو ستريت. ميراندا جرجس ودينا ار مانجينج اونتاريو بروكرج، وانا وميراندا ار مانجينج سكوير 7 انترناشونال. عملنا دي ولقينا ان الديفلوبرز ابتدوا يكلمونا، احنا عايزين نيجي بس عايزين نيجي اون اور اون رود شو. تبلور ايجيبت ليفينج فروم ا براند ذاتس اونلي اكزيبيشن انتو رود شوز، وفي ديفلوبرز تمام عندهم اونلي وان بروجكت، فقرر ان هو يا اما مش هيعمل لونش في مصر عشان مش عارف يحسب تكلفه الكونستراكشن، يا اما هيبيع بالدولار. فابتدينا نبيع دولار في دولار، فبقى في ايجيبت ليفينج اكزيبيشنز، ايجيبت ليفينج رود شوز، ايجيبت ليفينج اكسكلوسيف لونش. انا بس بقول للساده المشاهدين اللي عايزين يسالوا اسئله ممكن تكلمونا على 289 274-8011. بطمن بس ان المخرج ان الرقم التليفون شغال، لانه في ناس كتير بتسال على الشات بيقولوا مش عارفين نتصل، فانا بس عايز اطمن انه في امكانيه للناس اللي تتصل بينا شغال تمام، ممكن تشاركونا بالاسئله. طيب ارجع للسؤال المصيري، في ناس شايفه انه الانفستمنت في العقار المصري يعني اتس ا بيج كويشن مارك ناو، سبيشلي انه كرنسي والدولار والاستابيليتي وانتخابات الرئاسه هي جايه كمان سنه، في حاجات كتير قوي مخليه الناس يعني بتقدم رجل وتاخر. وفي راي تاني بيقول لك لا، انا لو عندي كاش سواء كان هنا في كندا 50 60 70 الف دولار كندي، او عندي مليون جنيه مصري مثلا، يعني رقم حط لك رقم وسيبهم هنا في البنك او هنا في البنك، توظيف الاموال بتقول لك انه احسن طريقه توظيف اموال للفلوس الكاش دي هو العقار المصري في الوقت الحالي، لانه it's in the dipping state، فانا ممكن اخد احسن ديل لانه كل يوم الاسعار بتزيد. ايه رايك في السؤال؟ اولا انت هتجاوب التاني بس ليه؟ لا خالص لا خالص، انا الاول عايز اشرح لك الفرق ما بين السكوير فوت، سعر سكوير فوت في تورونتو داون تاون، وسعر سكوير فوت في مصر، وسعر سكوير فوت في دبي. تمام، احنا 50% اقل من تورونتو، وايل وي ار دبل ان تيرمز اوف رنتال ييلد، دبل بالورقه والقلم. بس ان تورونتو الارقام دلوقتي نزلت يعني بس يعني. لا دبي مثلا ما الارقام نزلت في دبي، يعني انا بقول لك انا 20 ييرز اجو كنا بنبيع ب 600 مليون درهم في الشهر في دمك، النهارده بنبيع ب 60 مليون، بس عنده رنت كبير جدا لانه بنى سلم. تمام، فحتة ان الماركت is dipping هي، وحتة اللي هو
is it a good decision to invest في الاستثمار في مصر او it's not a good decision, بتعتمد اولا بتعتمد على زي ما قلت لك البروفايل والميثودولوجي بتاعه المصري. انا خلينا نتكلم دلوقتي في المصري في نورث امريكا عشان احنا بنخاطب هذا الكلام وده شغلنا. تمام. ال 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 الفكره كلها في هو عايز ايه النهارده. المصري في كندا او في نورث امريكا is not an end user, is an investor. تمام. النهارده بيزر مصر ماكسيمم كل سنتين, ده لو يعني حلو جدا حلو جدا حلو جدا. ندي مثال لو يونت ب 250 الف دولار في الجونه مثلا, في الجونة في مكان في الجونة وفي الجون في نفس الوقت في احنا بالمناسبة طبعا نحب ابلغك ان احنا عندنا موضوع الروتشو ده ابتدى الحقيقة. بنشكر اوراسكوم ديفلوبمنت جدا, مهندس سمير سويرس, تامر دويدار, مايكل غزالي, احمد يماني, التيم كله بصراحة فيري فيري نايس. انا كنت معاهم النهارده, ناس قمة في الاخلاق والذوق, فيري هارد وركر بيبل بصراحة يعني هياخدوا التراست من للناس بطريقه. فطبعا ان انت يجي معاك اوراسكوم هنا او تو ارينج سمثينج وذ ذم اون سمثينج لايك ذس از اكستريملي امبرسيف. لان اوراسكوم مش بس مصر, اوراسكوم مونتينيجرو, سويسرا, المغرب, عمان ومصر. انا دايما بقول اوراسكوم اسم من مصر مش بس تمام. مصر وكمان جوه مصر وعنده دايفرسيفيكيشن, يعني عايز حاجه ريدي تو موف اكزوتيك بالمركب في الجونه, عايز حاجه تو ريلاكس سي فيو ان فيري نايس مانر بالمصري, تدفع بالمصري عشان تستفيد لو في تعويم كده, عندك مكادي هايتس تمام yeah. وعندك طبعا اوست اللي هي المنطقه اللي هي في الشيخ زايد في القاهره بس اتس سيتي وذين السيتي, ودي جنب جامعات كتيره, دي جنب جامعات كتيره وزايد زايد از ان انفستمنت بليس يعني yeah. يعني الناس اللي حصل زمان في مصر اللي كان ساكن في الزمالك والعجوزه والمنسين والدقي راح زايد واللي ساكن مدينه نصر ومصر جه راح دينتي ورحاب وتجمع زايد الناس لا طبعا زايد الناس we call it migration they've yeah. migrated yeah. 3-4 years قبل التجمع yeah. فهتلاقي ان هي البوبوليشن هناك اكتر, الناس ساكنه اكتر, مفيش ريسيل قوي تمام. البروجكتس اللي هناك كلها بروجكت صغيره فاهم, باستثناء ويست which is a city يعني نتيجه ان الناس بتروح هناك. التجمع التجمع كان شارع 90 اه مفيش غيره, لا ما هو انت جيتش ما بقالك كتير ما كانش في غيره, في بقى مدينتي والرحاب وبقى في مدينه المستقبل وبقى في العاصمه الاداريه وفي بيت الوطن, يعني في اكستنشن كده, في اكستنشن كتير كومباوندز كمان. عارف لسؤالك لو انا النهارده معايا دولار انا هشتري في مصر وانفست في مصر, بس هانفست في مصر فين؟ هانفست في مصر من وجهة نظرنا بعد الدراسة وبعد الشغل اللي عملناه وبعد المبيعات اللي اتعملت في البحر الأحمر. لأن البحر الأحمر أولاً is a full year around destination. الناس كان ناس عايشة foreigners عايشة هناك في 25,000 ناس في الجونة, في ناس في مكادي, مقيمين عايشين بياكلوا وبيشربوا وبيشتغلوا, وفي ناس مؤجرة وعايزة تشتري يعني ساكنة إيجار because they are there. تمام؟ فالنهاردة again الفكرة كلها هستلم الوحدة امتى وهستخدمها قد ايه وهأجرها قد ايه. تمام. فلما اجي اقول لك النهاردة ان انت لو اشتريت يونت تمام ب 250,000 مثلا كمثال بتستلمها until you get delivery, بتستلم اليونت مثلا بتكون دافع 50-60% of its value 250,000 كنيدي دولار تمام yeah. عقبال ما بتستلمها تمام بتدفع around 60% of its value مثلا 3 سنين مثلا 3 سنين هو البيمنت بيبقى مثلا 5 years or 6 years او 5 سنين خلاص. الثلاث سنين الباقيين دول لو انت استخدمت اليونت, ما احنا متفقين ان هي فولي فينيشد وفيري فيرنيشد وتيرنكي, لو استخدمت اليونت دي 3 اشهر سنو بيردينج ورحت اجرتها 9 اشهر, الايجار اللونج تيرم في البحر الاحمر يغطي 80-90% من القسط اللي متبقي. So we're talking about rented yields of about 30%+. تمام؟ Which is كده. فالنهاردة لما نيجي نقول بقى الفلوس في البنك, الجنيه في البنك ب 25%,
والابريشيشن بتاع الريل استيت بس السنه اللي فاتت was 35%، يعني في 10% فرق. الفكره كلها ان انت تفكر as an investor not an end user. طبعا بيجي لنا الناس هتشتري في مونتي فيو، بيجي لنا في اورا وبيعنا في سيلفر ساندز، يعني وي دو هاف ذات. بس اللي انا بقوله ان اهم حاجه في القصه الانكم جنريتنج اسيت والسيزوناليتي بتاع المكان. عشان كده بنقول ان لا، لو في البحر الاحمر بدليل الفورنز اللي بيشتروا، بدليل الديستنيشن بتاع الطيران، بدليل ان بقى في برايفت جيتس بتنزل، في مراكب بتوصل، في كونكشن من تركيش ايرلاينز، في من فرانكفورت بينزلوا على الغردقه، اتس 20 مينتس 20 مينتس لجونا، 30 مينتس لمكاديانس. فانا بس سؤال للمخرج هنا، اللينك اللي احنا حاطينه بتاع اللايف فيديوز بتاعنا it seems ان هو broken، فعايزين نطمن. انا ممكن اعمل كوبي ليك وشغال اللينك. طيب يبقى في حاجة مش عارف ايه، في حاجة في تليفونه. لا ماشي، انا بس بطمن اللينك شغال. طيب ارجع لك تاني على الانفستمنت في مصر. انت النهارده انا عجبني قوي الكلاسيفيكيشن او السيجمنتيشن اللي انت وضحتها للانفستور، سواء كان الناطق باللغه العربيه او المصري اللي ممكن ينفست لو هو عايش في نص امريكا، وهو بيفكر انه لما ينفست في بلد معينه هو عايز مشتري، عايز يهرب من الشتاء، وفي نفس الوقت عايز ياجرها بقيه السنه، وعايز كمان يتاكد ان هي being taken care of in terms of housekeeping بالزبط. In terms of facility management in terms of Airbnb يعني concept back end بتاعنا الشركات yeah. اللي احنا بعد ما بنبيع بنأجر prime management فيستا بيحطك على app بتشوف الفلوس اللي داخله الحساب، بتشوف الحاجات اللي اتغيرت في الصيانه، بتشوف التوتال عامل ازاي and it works like this. تمام. السؤال اللي بيهمني قوي دلوقتي، لو انا انفستور في كندا ليه مصر؟ ليه ما يبقاش فلوريدا؟ ليه ما يبقاش بونتا كانا؟ ليه ما يبقاش المكسيك؟ ايه اللي يفرق مصر وخصوصا الكونفينينس بتاع ترافل؟ هل ده فاكتور وايه ممكن التبعيات بتاعته؟ لا يعني بص، انا ما اقدرش اقول لك اللي يفرق حاجه عن الثانيه from a business standpoint except the rental yield and the appreciation of the asset. هو ده اللي بتحسب بيه الفاليو. انا كي بي انا نفسي ممكن يكون انت بتفكر حتى يعني انا، بس انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي الاسيت مخزن قيمه بيأبريشيت ولا لا، الإيجار بتاعه أعلى من نحط فلوسي في البنك ولا لا. بس أنا عايز أضيف حاجة تانية للمصريين، واللي إحنا طول عارفين إن المصريين في الخارج في سنتمنتال كده ريليشنز وفي إيموشنز ناحية مصر، وكلنا عارفين إن التحولات المصريين في الخارج ليها دور كبير لدعم الاقتصاد المصري. مفيش أحسن من إن أنت كمصري عايش في الخارج إنك تحس إنك بتقدم حاجة لبلدك، وأنت كمان بالارقام وبالحسبه بالكي بي ايز انت بتستفاد. في نقطه كمان، فبالظبط انا ليه استفدت في بلد ثانيه باستثناء الجونه yeah. لان هي الجونه انا بقول لك كنت سنه 95 كي اكونتس مانجر في بيبسي، نزلت اقابل المهندس سمير صغير عشان اعمل ديل بيبسي في الجونه بس. كنت تخش تلاقي على اليمين سونيستا وبعيد كده مع جورج سوبر ماركت كفر الجونه، ناس قليل جدا فاهم. فالنهارده لما اجي ابص، أنا لما سافرت ما كنتش عارف الجونة اللي بتقول لك. أقول لك بقى النهاردة تمام after كام 30 years 20 years 28 years، بص الماستر بلان عامل ازاي اللي انت شفته النهاردة، ولسه اللاند بانك فاضل، لسه ده بنبني تاني، لسه ده في مناطق جديدة لسه. فالنهاردة لما يبقى عندك مطار عقاري بقاله في السوق 30 35 سنة، حول has delivered المدينه، has delivered cities people are living there، حول النهارده بقى في جامعه، بقى في مدرسه، بقى في سينما، في ريتارمنت، في ايفنت، في جونا يعني فيلم فيستيفال، يعني انت فاهم كل صح. ده بروبوزيشن تمام. انا بالنسبه لي ده كاتيجوري، وفي كاتيجوري تاني اللي هو مش عايز الدوشه قوي يعني، او مش عايز ده، عايز سي فيو تمام. مكادي offers huge بس اللي انا فاهمه ان مكادي ما لهاش اكسس على البحر. لا جابوا، لا 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 جابوا في 3 4 حاجات كده اتحلت هنسمعها منهم بكره ان شاء الله لما يجوا سي او اساسا تمر ديدور معانا تمام. الفكره كلها هو ده بس كان الكونشن اللي كان الناس بتقول لي عليه. لا الفكره كلها ان انا بقول لك في جونه وفي مكادي. ارجع تاني سؤالك، لو النهارده باستثناء جونه از هوسبيتاليتي ديستنيشن خلاص يعني yeah. المتر بالدولار ليه؟ بيكوز فورينرز ار ليفينج ذير
it's an income dollar based generation. مكادي وأوست عاملين ميزة جامدة جدا للمصري هنا ان هو هيتعاقد بالجنيه المصري. والبرايس ليست النهارده يوم تتعاقد النهارده هتثبت النهارده على السعر المصري. يعني لو النهارده الدولار بكذا كندي او امريكي انت النهارده هتشتري يوم 3 مليون بنفس اليوم فور سمبليسيتي 2 مليون ونص يعني 100000 دولار مثلا. تمام تمام. النهارده انت اليونت ب 2 مليون ونص، هو مفيش 2 مليون ونص بس يعني بديك مثال عشان تبقى سهله يعني ب 100000 دولار كندي 100000 دولار خلاص. سو يور برايسنج از 100000. لو الدولار بقى ب 27 28 29 وانت بتقسط دولار بتدفع بيه جنيه مصري فاليونت هتقف ارخص انت كمخزن قيمه اليونت رخصت بالنسبه لك بالظبط كده. فهي لازم يتبص لها. انا يعني the rule of thumb في الريل استيت للاكسباتس والانترناشونال سيلز از ان انكم جنريتنج اسيت. فبالتالي الانفنتوري اللي الناس جايه بيه هنا ريدي تو موف وكلوز تو ديليفري. على فكره انت قلت وان فاكتور هم اكشلي تو فاكتورز. انت فعلا العقار رخص بس انت كمان لما تيجي انت فهمتني ان هو رينتال بروبرتي. فانت الرينتال بروبرتي دي لما تيجي تأجرها انت لو النهارده بتأجر اليونت بتاعتك ليتس سي ب 5000 جنيه 7000 جنيه 8000 جنيه 12000 جنيه في الليله، السنه الجايه لما الدولار مثلا يتغير يبقى 30 انت هتأجرها ب 15 و 30. لا هي ب 200 دولار عشان يعني. بس يعني ما مش حاجه بتنظر. لا في طبعا في ارقام كبيره الشورت ستيز. طبعا الشورت ستيز يعني في ارقام وقت الجونه فيلم فيستيفال الناس بتطلع في 10 ايام اللي بتخلص السنه كله اللي على الوحده. يا نهار ابيض. طبعا لان يعني. انت عندك عندك سكارستي للريدي تو موف. عشان كده تبص تلاقي النهارده الكونستراكشن ماشي جامد جدا هنا وماشي جامد جدا هنا. ليه؟ لان انت يور تراينج تو ديليفر. انت فاهم طبعا في مصر ان المطور العقاري مش هيقدر يحقق ايراده على الميزانيه غير لما يسلم اليونت. فكلها بتتحط في اسكروز اكاونت وكونستراكشن فاينانسنج وبي ان ال وبتاع لغايه لما تستلم الوحده. وانس انك استلمت الوحده المطور يقدر يرياليز الريفينيو على طب الانفستور الانفستور الكندي متعود على المورجج. انا هحط 15 20 35% من ثمن الوحده والباقي هقسطه بالانترست ريت اللي البنك بيحطه اللي هو كام دلوقتي؟ هزنقك بقى هزنقك دلوقتي 7-8% فيكس. طب انا اقول لك بقى اقول لك انا ايه بقى الميزه؟ مصر 14 متناقصه. هي مش كده طبعا. انت دلوقتي ما عندكش المورجج بروكر او المورجج سيستم اللي يسمح لك بده. المطور هو اللي هو المورجج. ما انا هشرح لك النهارده لو خدت المليون جنيه مثلا اللي احنا حطيناه حطيته في البنك انيوال ديبوزيتس تمام. انت فاهم طبعا ان الحكومه كانت بتحاول ان هي توجت كاش عشان تقلل الانفليشن شويه في الفتره اللي فاتت نتيجه طبعا الحرب الروسيه بتاعت روسيا اوكرانيا ونتيجه اصلا ان في حاجات انفراستراكشر حاجات كتير جدا. بس اللي انا عايز اقوله في ظل هذا الكلام العقار زايد 35% في سنه بس طبعا فيها برايس انكريز بس في زايد. وات ام تراينج تو تيل يو ان لما هنيجي نقول الانترست كام لازم اشوف النهارده الانيوال ديبوزيتس ايه والحكومه. ما هو في هي مش مورجج هي بيرسونال لونز يعني ما عندناش ان انت تاخد حاجه على 10 سنين مثلا. ما تقدرش تاخد حاجه على 15 سنه تمام بالذات لو اوف بلان يعني في البري كون يو كانت. انت هنا برضو المورجج بيخش بعد الكلوزنج لما كلاينت. ميزه الفرق ما بين هنا وهناك ان الداون بيمنت ال 20% بيدفع من يوم التعاقد لغايه الاستلام. احنا بناخد لان الديفلوبر هو اللي بيعمل فاينانسنج فبيدي لك بياخد منك 10 15 20% داون بيمنت تمام والباقي زيرو انترست ريت اوفر بيريد اوف 5 6 ييرز هو اللي بيمول هذا الكلام. تمام عشان كده ما تفكرش في حته المورجج از ماتش از انك تفكر قسط بتاعك كام ويتوافق مع يور اكسبندتشر هير اور نو. يعني النهارده انا عارف كويس جدا ان يعني كنديان ماركت از وان اوف ذا فيري فيري فيو اكشلي وان اوف فيري تو اور ثري ماركتس ايف سين ان ماي لايف ذات ار اكستريملي ريجوليتد اند اكستريملي ستيبل. ما ينفعش النهارده يبقى عندك طلب بي بقى ريفيوجيز اور اند يوزرز اور انفسترز طلب من 1.5 ولا 2 مليون يونت كل سنه والسبلاي 60000 سبلاي 60000 ميلتون ويت بي very smart. عشان كده النهارده اللي اشترى بيت في كندا ف
في 2015-2016. النهاردة بعد 6-7 سنين أنا بيتهيألي عمل إيكوتي 500%. أنا بقول 500%. يعني اللي اشترى حاجة ب 500-600 النهاردة ماسك في إيده 3 مليون 3 وربع. مظبوط. على المورجج القديم. طب النهاردة أنت لما تيجي بقى تقول أنا هعمل ريفاينانسنج للمورجج بتاعي وهسحب 200,000 دولار. ال200,000 دولار دول يدولك كاش ديسكاونت في مصر. ما انت بتقسط لما تقول له انا مش عايز ادفع على 8 سنين او 5 سنين او 6 سنين انا عايز ادفع على 4 سنين انت هتسلمني بقى على طول. I'd rather get my equity put it في ال NPV discount النت بريزنت فاليو ديسكاونت عشان الايجار يبقى يغطي المورجج اكسبوجر بتاعي. خلاص انت استنت الوحده وانس مستدع بالظبط الفلوس بتاعتك بالظبط بتغطي. انا ما شفتش ماركت السنه اللي فاتت زاد 35% in terms of appreciation. اه هي فيها زياده اسعار ونتيجه تعويم بس في بيع حصل. يعني النهارده عايز اديك مثال طلعت مصطفى. طلعت مصطفى is the number one developer في مصر بالارقام وبعدد الوحدات. طلعت مصطفى كان دايما بيبيع في حدود 10-12 مليار. اعمار كان بيبيع في حدود 8-10 مليار. ماونتن فيو كان بيبيع في وبعد كده بقى كان في كاتيجوري اللي هي من 4-8 مليار معظم الديفلوبرز بيبيعوا فيها. قلت لك طلعت مصطفى كان بيبيع ب 12. طلعت مصطفى السنه اللي فاتت بايع ب 31 مليار. اعمار اللي كان بيبيع ب 15 بايع ب 30 مليار. صادق اللي كان بيبيع ب 8 بايع ب 20. بس فاكتور منهم انه سعر اليونتس زاد. ما هو سعر اليونت يعني هو باع نفس عدد الوحدات وحدات بس القيمه بتاعت الوحده غليت. اه بس الدولار الكندي كان ب 12 بقى ب 24. تمام. هي اتس اول اباوت الانكم الاوكيرنج انكم كومبير تو يور كوست اند يور برايورتيز ان تيرمز اوف سبيد. انت النهارده لو عايز تصيف تشتي ويبقى عندك انكم جنريتنج اسيت ان دولارز خلي بالك البحر الاحمر مستو يو باين دولارز يو سيلين دولارز يو رنتين دولارز. فحته بقى الديفالويشن دي كله ان دولارز يعني مفيش لا يو كان بس يعني في مكان الناس بتدي برايس ليست بالمصري على فكره. يعني ومش كل الناس عندها قدره انها تدي برايس ليست بالمصري. يعني مكادي ووست قوتهم جايين ان هو النهارده بيقول لك انا سعري اهو انا جايب الارض من زمان وعندي الجونه از ا ديفرنت بروبوزيشن اند يور سيلينج مور از ان انترناشونال ديستنيشن بارت اوف مونتينيغرو. يعني انا بحس ان الجونه اي ثينك من 40% مثلا من السكان yes, 35-40% yes, يعني yes. 35-40% yes, yes. طيب انا عجبني الانالوجي اللي انت عملته ما بين كندا ومصر بس تيجي للانفنتوري زي ما بنسميه احنا في الريل استيت اللي هو عدد الوحدات المعروضه للبيع. في كندا انت عارف الانفنتوري قليل جدا والطلب عالي قوي. في مصر الوضع عامل ازاي؟ اللي انا فاهمه ان الوضع مختلف انه بص هنرجع تاني للمطور العقاري ومحفظة الأراضي بتاعته وطريقة اللي هو كان بيشتغل بيها. الأولد فاشن في مصر زمان أيام مهندس إبراهيم سليمان مثلا وحكومة أحمد نظيف كان كله بياخد بوتيك 25 فدان يطلع عليها 50 فيلا يبيعها لأصحابه وسلام عليكم. تمام. بعد لما أحمد مغربي جه كان وزير إسكان هنا بقى دماك نزلت أخدت 1500 فدان وإعمار أخدت 900 فدان في المقطم و1500 فدان في 6 أكتوبر والديار القطرية أخدوا 2000 فدان. ليه المطور بياخد لاند بانك بالشكل ده؟ يعني زي أوراسكوم الجونة مثلا. تمام. ليه بيعمل كده؟ لما بيعمل كده لأن هو كان زمان واخد الأرض بيبني منها 10-15% كل سنة والماركت طالع فبيعمل ري ايفالويشن لبقيه اللاند بانك بتاعته كومبير تو هيز برايس والفرق بياخده كونستراكشن فاينانس. النهارده قوه المطور العقاري جايه فين؟ جايه في محفظه الاراضي اللي عنده اللي هو هاز ديفلوبد اند ريليز اللي هو اللي هو اوريدي باع. زي ما شفت النهارده مكادي والجونه عندك نص الارض او 30-40% يت يو هاف انذر 5-10 ييرز تو سيل. تمام. Again, أنا مش عايز أقول لك الانفنتوري كتير ولا قليل ولا فينشت ولا سامي فينشت ولا السوق بقى له 15 سنة كان بينتج المنتج الغلط لغاية لما بقينا نقول يا جماعة فينش برودكتس. أنا ملخصها لك في حتة ready to move close to deliver. دي بقى
تفلتر لك المطورين العقاريين كلهم وتدي لك الماسلز ماسل وانز، لان هو الريليفنت هو بيبيع ولا لا، هو بيبني anyways. طيب خليني ده يوصلني للسؤال، عشان كده الانفنتوري ريدي تو موف كلوز تو ديليفري زي الانفنتوري في كندا بالظبط ان كومباريزن. يعني النهارده انت لو انا جيت قلت لك مجدي عندي لك حته ارض حلوه جدا بس لسه ما اتبنتش، هسلمك كمان 5 سنين وهدفعك على 10 سنين. compared ان لا this is something that is ready you move in completely تمام you ready to move close to delivery بس مش هقدر اديك على 5 سنين و10 سنين، هسلمك كمان سنتين وهخليك تدفع على 5 6 سنين. انا عجبتني الاجابه واقتنعت بيها وهربت بيها من السؤال بتاعي، بس انا بقى هخش معاك بوضوح اكتر. لو النهارده اي انفستور عايز يعرف في اي وقت لو عايز يخرج من الانفستمنت بتاعته هيخرج بسلام ولا لا، لو انت في كندا النهارده عشان الماركت فيه تشالنجز كتيره من ناحيه الانفنتوري، انا لو النهارده هبيع اليونت زي ما انت قلت كده لو خدتها من 2016 بنص مليون دولار هبيعها النهارده ب 3 مليون، هل لو انا كانفستور كندي عجبتني الفكره بتاعت الجونه وعجبتني الفكره بتاعت مكادي هايتس او عجبتني اي فكره في الانفستمنت بتاعي للمشتى زي ما اتفقنا والبوزيشننج اللي انا هاخده وان انا العقار هيجيب لي 200 دولار في اليوم انكم وهيغطي لي مصاريفي، فور whatever reason لو حبيت اخرج هل هنلاقي منافسه شديده من المطور نفسه وهقدر اخد فلوسي واطلع بيها ولا انا استك في الانفستمنت بتاعتي؟ انا اسالك سؤال بطريقه ثانيه، انا اللي بس مش لو انت لو انت في كندا هتعرف تخرج؟ اخرج منين؟ من العقار؟ هبيع خلال 3 شهور لا قدر الله حاله وفاه لا قدر الله العقد موجود لا قدر الله ديفلوبر ما كملش، ما احنا ما عندناش ديفلوبر مش هيكمل، يعني مش هيكمل ازاي ده؟ يعني متاخر دانيالز مش هيكمل؟ لا هيكمل. طب ونوتيك ايه؟ ما اعرفش بس يعني لا لو انا فرضت ان انت اخترت احنا دلوقتي احنا اخترنا انا بدي اكزامبل ماشي انا بهزر معاك انا اخترت المنتج صح، يعني انا لما بختار الجونه فانا بختار وراسكم فبختار سويرس انا بختار بنافس مع دانيالز عمر هنسالك السؤال اللي سالناه النهارده اليماني في الجونه سعر الريسيل بتاع اليونت كام؟ تمام. وسعر الديفلوبمنت الفيلا اللي طالعه في كانت كامران ولا شدوان ولا كامران بكام؟ صح؟ النهارده هتلاقي ان هو عشان الجونه هو رفع 40% مثلا بس هتلاقي قال لك النهارده لو انا هبيع ريسيل هتبقى في حدود 3.5 4 مليون دولار كاش كنديان طبعا تمام؟ وانا سعري النهارده 4.5 5 مليون اون انستول تمام. المطور العقاري مرتبط كل سنه ان هو يزود الاسعار في المراحل اللي جايه عشان الابريشيشن فاكتور بتاع الناس اللي اشترت قبل كده فاهم، فعمره ما هيقف في دي، بدليل النهارده ان كل الديفلوبرز استحدثوا الحمد لله حاجه اسمها ريسيل ديبارتمنت كونكتد للسي ار ام تمام. You can exit at any time. You can buy at any time. You can rent at any time. كمصري أو أجنبي في كندا في مصر for the first 5 years من غير أي liability عليك. Once إن أنت جيت على 5 سنين هتضطر إن أنت تسجل اليونت تمام؟ وساعتها هتدفع الضريبة العقارية وكان. Once إن أنت you registered you cannot sell it for like 2-3 years تمام؟ بس خلينا نسال السؤال برضو بطريقه ثانيه عشان انا عارف انت عايز اجابه واضحه في هذا الموضوع. ده مهم قوي للكل. لا لا حلو جدا. ده اللي احنا هنسمعه في الروتشو. هتسمع بقى هتسمع النهارده ليه انت جايب شركه قويه زي اوراسكوم. بالظبط. بقى له 30 سنه. يعني النهارده لو انت رحت اشتريت كنت كوندو في الجونه سنه 95 سنه 97 تمام؟ كنت هتشتري حاجه ب 200,000 جنيه. انا بتكلم جد تمام. النهارده اليونت دي is for around $250,000 فالديستنيشن بيخلق لك appreciation على الاسد بتاعك يخلي ان انت as an investor كريسيل حتى في الوسط حتى في وسط البيمنت لو عايز تعمل assignment زي ما بتعمل هنا طبعا it's doable through the resale department no big deal at all. يعني انت بتطمن كل اللي بيشوفوك ان اللي بال
الانفستمنت سيكيورد طبعا، وبالذات مع اوراسكوم او مع غيره. وي دو نوت جيت اكسبت كريديبل ديفلوبرز تو كندا، ليت مي بوت ات ذس واي، يعني من غير ما نتكلم في اسامي وتفاصيل. انا الحمد لله بقى لي 20 سنه في السوق العقاري في مصر، ف يو كان اسس ايه الكريديبل ديفلوبر اللي هيجي. وهتيجي النهارده لما تيجي تلاقي مثلا النهارده اوراسكوم، انا اقول لك مثلا اوراسكوم ما بين الجونه وما بين مكادي وما بين اوست في السنتين اللي فاتوا بايعين ما شاء الله حاجه بتاعت مثلا 250 يونتس. فالنهارده هو جاي ليه؟ وجاي احنا بنعمل ايه؟ بنعمل لويالتي بروجرام ريبيتيتيف بيرشيس للناس اللي موجودين، اللي شاري منه هيعمل له تشوز يور نيبر، اللي عايز يبيع هيبيع. هو اوريدي عنده كاستمر بيز اوريدي كبيره يعني. فليه بقى؟ عشان تو اكسباند بزنس، عشان نتيجه الحمد لله الشغل اللي احنا عاملينه على ايزي بليفنج، شغل سكوير 7 انترناشونال، الطلبوا ان احنا نروح معهم امريكا، نيويورك ونيو جيرسي والي. طب انا استفدت بان انت موجود معانا هنا، قول لنا بس المواعيد بتاعت الرود شو. الحقيقه بالنسبه للريلترز، اي حد ريلترز ك بروكر اديوكيشن، هيبقى يوم الخميس طول النهار في ماريوت ريزنس ان مسيساغا، اللي هو كيو اي دبليو مع ايرن ميلز. مع ايرن ميلز تمام. الخميس اللي هو الخميس اللي هو بكره فيرست جون 2nd of June it's the VIP event for the clients، الناس اللي هم شارين من اوراسكوم والناس اللي عايزه تشتري VIP clients is from 5 to 10 برضو في الماريوت. وبعد كده عاملين open house بقى يوم السبت والحد والاثنين او السبت والحد في الاوتيل برضو لاي حد عايز يجي، البروكرز عايزين يجيبوا clients. الحقيقه احنا عاملين some sort of a 360 degrees. صح هي دي. يس يس يس. خليها بقى تاني، هي موجوده على الشاشه عندهم. يس. فزي ما انت شايف عندنا بعد كده رايحين معاهم نيويورك الحمد لله. برضو احنا السنه اللي فاتت من المعرض جالنا ناس كتير جدا من امريكا، ريلترز ايجيبشنز ذات وانت تو ورك وذ اس، فقدرنا ان احنا نتوسع في 8 برانشز سكوير 7 في امريكا، في نيويورك وبوسطن وواشنطن وبوسطن وهيوستن ودالاس وفلوريدا واوهايو. مصريين ريلترز نعرفهم موجودين في هذه البلاد بنشتغل معاهم بقى برانشز سكوير 7 عشان نوسع البيز بتاع الديماند هاب تمام. عشان نقدر نظبطها. فطبعا رايحين نيويورك يوم 8 و9 برضو، في يوم 8 البروكرز ويوم 9 الفي اي بي ايفنت والرود شو يوم 10 11 و12. بعد كده رايحين ال اي الايفنت برضو يوم البروكرز قبلها بيوم وبعديها بيوم الفي اي بي ايفنت وبعدين الرود شو من يوم 17 يوم 20 زي ما احنا شايفين. انا دايما كنت في اليوم السادس بعتب اخر سؤال ليا بقى قبل ما نختم الحلقه، الميعاد بتاعنا جه، كنت دايما بعتب على الحكومه المصريه مع الانفستمنت المصريين انه انتوا يا جماعه يو ار ميسنج ا جريت اوبورتيونيتي، انه انتوا بتقولوا انه واحده من اساس الانكم في مصر والاقتصاد المصري هو التحويلات المصريه بالخارج. طب ما الانفستمنت دي موجوده ومحتاجه السوق العقاري يروح لهم. لا احنا موسعين البيز ده ما كانش موجود طبعا. قبل لا 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 احنا موزعين البيز. انا بقول ان انتوا واحد من احدى النجاحات للوقت الحالي لمصر لله. ان انتوا بتمثلوا مصر وتيجوا واللي انا دايما بتشالنج الناس عليه مش بس المصريين المقيمين بالخارج، الجاليه العربيه بكل اطيافها تحب قوي تنفست في مصر وتحب تعيش في مصر. دلوقتي انت عارف السوريين عايشين في مصر احلى عيشه. انا دايما بفتكر ان انا واحد من سكان الرحاب، فلما كنت بروح الرحاب كنت بنزل السوق القديم كنت بلاقي ايمن وعماد ومحمد وبتاع. دلوقتي تخش بنت الشام، خال الشام، ابن الشام، عم الشام، طب كانك في سوريا. لا انا عايز اقول لك على حاجه تانية، ان سكوير 7 اتس نوت اونلي اباوت ريزيدنشال. احنا وي بروفايد 7 سيكتورز، بنشتغل في 7 سيكتورز. يعني في سيكتور كده شغالين عليه بس وير جونا لونش ان شاء الله سام تايم على سبتمبر از ذا ميديكال بروبوزيشن. زي بالظبط الانكم جنريتنج اسيت، الدكاتره اللي مجمعين بعض هنا في كندا تلاقي العيون صحاب بعض، البلاستيك سيرجن صحاب بعض. فالناس دي عايزه تيجي انفست في ميديكال كومبلكس في مصر، برضه بولي كلينيك فروم ان انكم جنريتنج اسيت، ان هو في الشتاء يجي ينزل في المشتى ديسمبر يناير فبراير والتسع اشهر العياده شغاله بالتخصص بتاعه تمام، عشان اتس ان انكم جنريتنج اسيت وتغطي برضه ريدي تو موف. وكان دلوقتي بقى التحدث التكنولوجي دلوقتي كل الميديكال دلوقتي بيشتغلوا بالزوم تكنيك. يعني هو كان ممكن يباشر العياده بتاعته ويشوف حالات من هنا. وبنتكلم مثلا مع اميكا وكنديان ريتايرمنت هوم اسوسيشن عشان نحاول نجيب الالدرلي بيبل
هناك في كذا حاجة، فالحمد لله يعني. I think it's a must من ناحيتين، من ناحية الإرادة المصرية إنها تيجي للماركت الكندي، ومن ناحية المصريين sentimental issue بالنسبة لنا وإيموشنال إن إحنا نقف جنب بلدنا، حتى لو بلدنا بتمر بمرحلة اقتصادية صعبة كل العالم بيمر بيها احنا شايفينها هنا في كندا. بص انا عجوز شوية مندي، I've seen this so many times يعني. يعني حضرت الديفاليشن بتاعت 2003، حضرت الديفاليشن بتاعت 2016، العقار ماشي الدنيا ماشية تمام، اتعلمنا كده العقار يمرض ولا يموت. I've seen 3-4 devaluations يعني. أنا ما سمعتش عن عقار رخص مثلا 20-30%، خش البورصة ممكن تخسر كل فلوسك يعني، مش 50% يعني، ممكن تحط فلوسك في البنك وتلاقي البنك قفل. هي كلها وهكذا. تكلفة الفرصة البديلة المصري في أمريكا الشمالية لازم 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 يبص دايما على تكلفة الفرصة البديلة. ليه؟ لأن أنت النهاردة لو معاك دولار هنا تمام، استخدامه في الأماكن التانية إيه؟ بالذات لو 12 month season، مش لازم حاجة ساحل الشمالي أو 3-4 أشهر تستخدمها، بس at the end of the day هي it's the opportunity cost. This is how you should look at things. وتحت أمركم في سكور 7 International في المكتب، ونمر موجودة مع مجدي، we love Canada, we love the Canadian market. وشغل مع المصريين في كندا هنا متعة بصراحة. أعزائي المشاهدين، اليوم السادس احنا النهارده استمتعنا في حوار جميل وشيق وواضح وصريح مع احد يعني عمالقة الريل استيت في مصر وفي العالم دلوقتي العربي والعالم كله دلوقتي، الاستاذ علي عبد الغفار. انا كان بيشرفني النهارده وجوده معايا في اليوم السادس، وكانت فرصه كبيره ان هو يكون موجود معايا. كان معايا كتير في الزوم ايام الكوفيد، انما النهارده فيزيكالي هو مشرفني في الاستوديو، ودي يعني شهادة اعتز بيها ان انت موجود معايا. وشرف ليا مجدي، ربنا يخليك. It's a very rich discussion. الله يخليك. اتعلمنا كتير قوي من الحوار النهارده. انا هنا مش بقول لك اشتري او مش بقول لك ما تشتريش، انا هنا بقول لك الموضوع اهو، وانا بحطه لك بكل الابعاد، بايجابياته بسلبياته، بالاراء اللي انت ممكن تشوفها، بكل الاشكال وبكل اسئله الناس اللي اتسالت قبل ما اعمل اعلان الحلقه. عايز تتأكد أكتر، عايز تعرف أكتر، عايز أنت يبقى عندك your own question to be answered، تعالى احضر الشو، تعالى احضر الروت شو، تعالى اسأل بنفسك، تعالى شوف المنتج اللي موجود واحسب أنت حسبتك، لأنه أي كاش أنت حطه سواء كان في مصر أو في كندا it's a waste. النهاردة كل الناس بتحول فلوسها سواء لذهب سواء لعقار، دي فرصتك أن أنت احنا جايبين لك المنتج، او زي ما بيقولوا المنتج موجود عندك at your doorstep. اعزائي المشاهدين، اليوم السادس انا استمتعت النهارده بالحوار، وارجو ان انتم تكونوا استمتعتوا معانا. Thank you very much. Thank you. باشمهندس علي عبد الغفار، تصبحوا على خير.